صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم اتخاذ الصور الفوتوغرافية للتقريرات أو جعلها في الصحائف والمجلات؟ ما حكمه؟ يقول صلى الله عليكم: ما حكم اتخاذ الصور الفوتوغرافية للتقريرات أو جعلها في الصحائف والمجلات؟ التقريرات نعم كذا يقول. لا يجوز استعمال الصور إلا للضرورة، الضرورة القصوى، كالصور للبطاقة الشخصية أو جواز السفر، الأمور التي يتوقف عليها مصالح الشخص، وإلا تعطلت هذه ضرورة لا بأس، أما غير ذلك فلا يجوز استعمال الصور. نعم.